مساء الخير مشاهدينا ومشاهدين طبيعي موقع من العاصمة، أهلا وسهلا بكم في بث جديد من الإسكندرية، ومع استمرار مسلسل انهيارات العقارات القديمة في الإسكندرية. نحن الآن بمنطقة كرموز، تحديدا بحارة الرؤوش. انهيار عقار منذ يومين مكون من 4 طوابق، تسبب على أثر هذا الانهيار تصدع للعقار المجاور ليه مكون من 3 طوابق، والأهالي خايفة تكون موجودة في البيت لأن العقار ممكن ينهار في أي لحظة. وزي ما حضراتكم شايفين المقاول الحي بيزيل العقار اللي انهار وبيبدأ يشيل أي شيء عشان أي ضرر للمارة، زي ما واضح أمامكم في شاشة وتلفزيون من العاصمة. مستمرين معكم الآن، العقار اللي تم انهياره في حارة أرقوش مكون من 4 طوابق، وتم على أثر هذا الانهيار تصدع العقار المجاور أمام حضراتكم. ده العقار المجاور مكون من 3 طوابق، به أسر، 7 أسر، 6 أسر، والعقار اللي تم تصدعه هو أمامنا، والأهالي موجودة في الشارع زي ما واضح أمام حضراتكم في الصورة، خايفين من وجودهم داخل هذا العقار اللي تم تصدعه بسبب الانهيار. يعني مسلسل لانهيارات العقارات القديمة في الإسكندرية بشكل كبير، واضح أمام حضراتكم انهيار عقار بحارة أرقوش بمنطقة كرموز بالإسكندرية، غرب الإسكندرية، وعلى أثر هذا الانهيار تصدع عقار مجاور لهذا العقار مكون من 3 طوابق. أمام حضراتكم العقار المكون من 3 طوابق، به 7 أسر موجودين في هذا العقار، والأسر خايفة تكون موجودة في العقار لأن ممكن ينهار في أي لحظة. نسأل الله السلامة ويحفظ الجميع ويحفظ العباد. والأهالي موجودة قاعدين في الشارع بقالهم 3 أيام زي ما حضراتكم شايفين على شاشة وتلفزيون موقع من العاصمة. العقار اللي أمام حضراتكم مكون من 3 طوابق، وهو من العقارات القديمة اللي معمولة بالخشب، سقف خشب زي ما هو واضح أمام حضراتكم، تصدع العقار، والعقار واضح في الصورة. و تصدع للعقار بشكل كبير. ده منظر، ادي الحيطان بايظة، ومنظر يعني مغزي. يعني قول لنا انت بتقول جاي من خدمتك امبارح؟ جاي امبارح وقالوا صفولة، بيقول لي الساعة 11 بالليل كان 3 أيام. من 3 أيام حصل مرة واحدة الساعة 11 بالليل، البيت اللي هو جنبكم اللي جنبنا هو مرة واحدة حصلت هزة في البيت هنا. فبقالهم 3 أيام قاعدين في الشارع ومش عارفين يخشوا يناموا، بيناموا على عينيه، خايفين يناموا عشان العد اللي هو خايفين من أي لحظة يحصل انهيار العقار. يعني زي ما حضراتكم شايفين أعزائي المشاهدين ومتابعي
موقع من العاصمة، يعني البيت القديم يعني واقف بعروق من الخشب لسند البيت بشكل كبير. البيت تم تصدعه بسبب انهيار العقار المجاور له في حارة أرقوش، والأهالي زي ما واضح أمامكم قاعدين في الشارع خايفين يتواجدوا في المنزل بسبب تصدع العقار، وخايفين يحصل انهيار للعقار في أي لحظة. يعني شيء مفزع وشيء مروع للغاية. الآن مقاول الحي بيزيل العقار اللي انهار منذ يومين. كما واضح أمام حضراتكم في الفيديو في الصورة، تم انهيار العقار لما انهار العقار كان موجود لأحد الأهالي غنم وبعض الأملاك بتاعته انهار عليها، وطبعا دفنت كلها تحت الأنقاض كما واضح أمام حضراتكم. إزالة العروق الخشب والعقار المنهار عشان ما يسببش أي ضرر على المارة وعلى الناس في الحارة، حارة أرقوش بمنطقة كرموز بالإسكندرية. ده البيت بتاعكم اللي هو تم فيه ده اللي تم تصدعه في شروخات. طبعا ادي ده البيت اللي امام حضراتكم، ده البيت اللي انهار منذ يومين الساعه 11 مساء وتسبب لتصدع العقار المجاور ليه، مكون من ثلاث طوابق كما واضح امامنا في الصوره. ده البيت اللي تصدع بسبب انهيار العقار، والأهالي خايفة تقعد في العقار بسبب تصدع هذا العقار والخوف من انهيار في أي لحظة. العقار بسبع أسر، سبع أسر كم شقة؟ ست شقق بسبع أسر، يعني حاجة صعبة. نسأل الله السلامة ويحفظ الله الجميع. كما واضح أمام حضراتكم أعزائي المشاهدين وتابعي موقع من العاصمة، زي ما واضح امام حضراتكم اعزائي المشاهدين في موقع من العاصمه، يعني العقار المنهار تسبب على اثره تصدع لعقار المجاور بحاره أرقوش بمنطقه كرموز غرب الاسكندريه. و ماول الحي بيزيلوا كل ما هو ضرر على الأهالي في الطريق كما واضح أمام حضراتكم، إزالة كل ما هو يسبب أي أضرار للمارة من العقار المنهار. أعزائي المشاهدين الطبيعي موقع من العاصمة، مستمرين معكم بتغطيات حية على مدار اليوم والساعة. دمتم في رعاية الله، وإن شاء الله نوفيكم بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.